ed Angem, Pablo Correa, Arias, فرصه كره وكوريا جول. العارضه تمنع الهدف الاول في اللقاء. رايه بوجود التسلل على بابلو كوريا في لمسه جميله من انتوا يضغط فريق اتلتيكو مدريد. جيلسون مارتينز في وجود ديبي لويز على اليسار. لويز وعرضيه لبابلو كوريا. غريزمان في دوري الدرجه الثانيه الاسبانيه. كره لجوناتان ملعوبه بالراس. تدخل مدريد يتقدم كذلك بابلو كوريا. انطوان غريزمان اندريو كره ملعوبه وكره بالراس مبعده بصعوبه. مفيش هداف حقيقي من جانب اتلتيكو مدريد. خطيره وجيلسون مارتينز الكره الى ركنيه. الحكم يتابع ميليرو. كان هناك ضغط والمطالبة بلمسة يد على جيلسون مارتينز. هنا تحضير ينبري الدفاع وكورة جول غريبة. ماذا ضيع؟ ماذا ضيع النصيري؟ ماذا ضاع عن الفتى المغربي؟ كان بالإمكان أن يسجل هدفا بنفس الطريقة التي سجل بها في مرمى دخيا. ركنية سوف تأتي بالجديد. الراسية مبعدة ولا زالت الفرصة. نبيل خوان فران ونبيل عرضية ولكن لوكا هرنانديز لم يتلقى أي هدف. رودري حاضر والشوط الأول حاضر ولا هدف. ولويز فيليب يأتي من الخلف يسدد وكرة فوق مرمى الحارس إيفان كويار. أتلتيكو لا يشعرنا بأنه أفضل من ليغانس ولا يشعرنا بثقله. يسجل هدفا في مرمى روخي بلانكوس. واو تسديدة كانت مباغتة. الكل ظن بانها سوف ترفع على راس احد اللاعبين. اوسكار فضل العكس. هل يفعلها اوسكار؟ اوسكار مره اخرى يا اوسكار بنفس الطريقه. يا اوسكار غير يا اوسكار. ليس في كل مره هكذا يا اوسكار. والا على الاقل اذا كنت تبغي هذه الزاويه فادري متى تكون للعاصفه سكون. تسديده جميله. لا سكون بحضور نبيل. تسديدة نبيل الزهر الفريق الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى. مارتينز وخروج موفق من حارس المرمى الرائع إيفان كويار. واقعية مبالغ فيها. غريزمان خطيرة من مخالفة تبدو خطيرة الآن لفريق أتلتيكو مدريد. وتسديدة الحارس يسيطر على هذه التسديدة اليسارية من غريزمان. خطيرة أي خطيرة. خطيرة للأتلتيكو. موريو عرضية داخل منطقة الجزاء. راسية من الدفاع. دورتموند بيلباو البارسا ثم موناكو. كورة بالراس فقط مزيدا من النقاط. وكورة نصيري نبيل والنصيري جول. يا النصيري يسجل فيها غريزمان أربعة أهداف. وكرة غريزمان يعرف شباك ليغاناس. اتركوها لغريزمان فإنها مأمورة إلى الشباك. دعوها فإنها سوف تمر إلى الشباك لما يكون غريزمان. أموريو بعد الخطأ الفادح. غريزمان واو. غريزمان بصاروخ عابر للقارات. هذه المرة كير استعمل كرة ملعوبة بالرأس. فرصة خطيرة لداني خيدا. فيليب لويس بالصدر ليانو بلاك. تنفذ هذه المخالفة إلى القائم الثاني. التعادل جول. أخيرا فعلها ليغاناس. سجل في مرمى روخي بلانكوس. أخيرا استطاع ليغاناس.